لو تذكروا احنا كنا سجلنا مع عم محمد محروس، سجلنا معاه في مؤسسة معا لإنقاذ إنسان. لو تفتكروا الرجل الطيب اللي قال وحكى ان ولاده طردوه ورفعوا عليه السكاكين، وعشان احنا في برنامج واحد من الناس حريصين ايضا على حق الرد للطرف الاخر، الحقيقة بعد الحلقة لقينا تليفون جانا من زوجته، زوجة عم محروس، وقالت انا عايزة ارد عليه. الحقيقة قلنا لا حاضر، وفعلا بعتنا كاميرا تاخد حق الرد من زوجته. الحقيقة احنا لسنا طرف في الموضوع، احنا اللي يهمنا الحقيقة هو لم شمل الأسرة، اللي يهمنا الحقيقة ان عم محروس سواء كانت زوجته زعلانة منه او مش زعلانة منه او غضبانة منه، ان ولاده يروحوا يعتذروا لابوهم، لان في الاول وفي الاخر هو ابوهم. اللي يهمنا ان الاب في اخر ايامه يبقى راضي عن ابنائه، لان رضا الاب لا يعوض اي رضا، ودعوته تستمر حتى بعد وفاته. تعالوا نسمع الحكاية من مراته، ولعل وعسى أن يكون هناك عاقل يستطيع أن يحتوي هذا الأمر. رجل صناعة ابتهت موتي ونتشق، وربنا كرمنا اتجوزت وجبت عيلين وربيتهم. بعد ما اتجوزوا قلبوا عليا، امهم رفعوا عليا سياخين بيت كويس، وربنا كرمني وخدت محل وبتاع. ضيعت كل دوت بسبب عيال، جات لي جلطه ورحت واقع في الشارع. والصغير خلاني خسرت الشقه، بس امه وقالت لي نسيب الشقه دي وناخد شقه تمليك، وكان معايا فلوس عشان برضه اعمل العمليه. قضاها في الشقه التمليك، وراح كاتبه الشقه باسم الواد، راح الواد راح قال ادبه في الشارع، وناس كنت باخد منهم لحمه الجزارين بيتخانقوا معاهم عيب اللي انتوا بتبقوا عاملينه في ابوكوا ده. الواد جاب سكينه عمل ايه؟ وقف قصادي بيها. محمد محروس ابو الولاد ما يعرفش عنهم اي حاجه، وطول عمري بغسل في دم وفي صديد وعملنا له عمليه في القصر، وعملنا له عمليه في الشيخ زايد، وطول عمري لفه معاه مع الدكاتره اذا كان بره ولا في المستشفيات، وفي احمد ماهر وفي الجمهوريه، واخد بالك، شايلها انا واولاده، وشايلها انا واولاده طول حياتي، وبسدد له في ديون وبسدد له في حاجات كتير. وياما عملت مع البني ادم ده، خد كل حاجتي، بيعني ذهبي، هو اللي بيقولوا عليا بالكذب انا وعيالي، واخد بال حضرتك، هو اللي خلاني اتكلمت. بس من حقي ان انا دلوقتي ادافع عن نفسي وعن ولادي، وولاده ما يعرفوش ان هو دخل الدار، اخته اللي خدته ودته من وراهم، اتفاجئوا بالصور واتفاجئوا بالحاجه من ورانا، وعايزين يروحوا يجيبوه، كانوا لسه بيقرروا ان هم ياخدوا له شقه تاني ويجيبوه تاني. وعمري قبل الموضوع ده بيوم كان عايز يروح له. ليه الكذب؟ ولا عمر حد رفع سكينة عليه، ولا عمر حد شتمه، هو اللي كان دايما يرفع علينا كل مشكلة السكينة، ويكسر لي في الشقة ويكسر لي في العفش. ما راحش لابني الكبير شقته الا يوم الا تاني يوم دخلته، يعني هو ما خد لناش شقق، ولا خد ده، هو خد الشقة وخد فلوس الشقة وخد كل حاجة بالإضافة إلى فلوس كمان عشان يطلقني لما فاض بيا خلاص. طلب ان هو عشان يطلقني ساومني، خد الناس حكمت، هو خد 25000 جنيه هو اللي طلب، واخده بال حضرتك، زائد 1000 للمحامي وللمأذون وهم موجودين، وكتب التنازل، واخده بال حضرتك، واخد الفلوس وقال ادوني الفلوس وانا مش هتشوفوني هنا، وهقعد في باب الشعريه ومش هتشوفوني هنا. هو قال انه بعد ما انتوا رميتوه في الشارع، الدار كلمت ابنه وطلبت منه ان هو يجي يشوف ابوه، مجرد يشوفه او يتردد عليه، وابنه رفض. كذب. ابنه ما بيزوروش ليه؟ ابنه محمد. ايه محمد ما بيزوروش ليه؟
محروس من وقت ما حضرتك وعمر من وقت ما حضرتك الكورونا طبعا انت عارفة معلش الأماكن دي واخده بال حضرتك والكورونا ما كانش ينفع بس في احتياطات وهم طلبوا وقت الكورونا الشديدة قوي قبل ما تقل حتى الأعداد الكبيرة دي طلبوا ان ابني يروح له عشان يمرضوا في عمليته قال لهم لو سمحتوا ممكن تطلبوا بس تأجيل العملية شوية عشان أنا قاعد من الشغل وظروفي وحشة وبيتي مفهوش جنيه ما ينفعش أروح معاه يعني إحنا لو رحنا لعم محروس وعم محروس كلم حد من ولادك هيوافق يرد عليه ويكلمه ويزوره بيردوا عليه يا ست الكل لما بيطلبهم ويزوروه لكن أنا عندنا معلش سوري في اللفظ أنا برا عني والله كل كلمة وكل حرف بقوله أنا بختصر لكن أنا لو هقعد أحكي من هنا لسنة فاتت مش هقولك على سنين عمري مع الشخص ده حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي أنا عملته معاه.